أنا خلود الجابري من دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا فنانة من بديت في عام 85 وشاركت في كثير من المعارض وتوقفت 17 سنة ورديت كمشاركة فعلية في معارض الدولة سنة 2009 وأقمت أول معرض لي تحت رعاية هيئة أبوظبي للثقافة والتراث والحمد لله يعني أنا كنت محظوظة أنه رشحوني في المشاركة في مهرجان أصيلة اللي يقام سنويا في ورشة عمل مع مجموعة من الفنانين العالميين وتعلمنا يعني تكنيك جديد وفن جديد اللي هو فن الحفر وهذا الفن هو من الفنون المشهورة في العالم وبدأ مع الإنسان الأول كفنان يعني التشكيلي بالفطرة طبعا تجربتنا غنية لأن إحنا شاركنا مع كبار الفنانين وصار في بيننا حوار بين الثقافات والفنون والحمد لله إحنا استفدنا من فكرة أصيلة كفنانة من الإمارات حابة يعني استفدت وحابة إنه أفيد الفنانين أو الهواة في دولة الإمارات وأنقل هذا الفن اللي هو فن الحفر إلى دولة الإمارات نتمنى من دولتنا الحبيبة بتأسيس ورشة عمل فن الحفر خصوصا إنه دولة الإمارات تقدم الكثير من الفرص وترعى كثير من الفنون اللي موجودة في العالم. هذه فكرة الفن الحفر إنه هو أنت تستخدم بليت عادي وتقوم بتغطيته في مادة معينة للفن الحفر وبعدها تقوم بالنقش بالإبرة على المكان اللي أنت تبغى تنقشه تحفره وأنا حاولت في شغلي إنه أبين رموز الآثار اللي في دولة الإمارات وأخذت نوع من الرموز السجاد لدولة الإمارات وبنفس الوقت يعني كل فنان يتأثر في المكان اللي هو موجود فيه حاولت بعد أرسم أصيلة استوحيت اللي هي المشاركة بالتصاميم البيوت في مشاركة في التصميم اللي هي البيوت الخليجية وشبابيك أصيلة في نوع من الروح بين المدينتين لأن هذه مدن عربية ورسمت الفانوس اللي هو موجود في أزقة أصيلة طبعا أصيلة كثير تشتهر في اللون الأزرق وهذا اللون اللي هو الفطري اللون الأسود العادي هذه أول أعمالي واليوم إن شاء الله راح أطبع كثير من الأعمال إن شاء الله تعجب الجميع.